اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ الصحه، المورال، كلشي مزيان؟ عندكم شي اجواء ديال العيد؟ انا عارفه تبارك الله دابا فهاد الوقيته هذه في الاواخر سورتو في الدول العربيه المغرب كيكون واحد الجو غزال ديال العيد، كلشي الزربه الزربه الزربه، الاسواق كتكون عامره، المحلات الحلاوي عامره، كلشي تبارك الله كيكون واحد الجو زوين اللي صراحه هنا كنفتقدوه بزاف. يعني انت على برا الا ما درتيش داك الجو وحاولتي تخلقيه سواء في دارك ولا هكا في لونطوغاج ديالك مع المعارف ديالك ولا صحابك ولا هذا، ما كاينش مره. وكيف وصلتوا مع رمضان؟ قضى عليكم ولا قضيتوا عليه؟ انا عارفه صراحه في هذيك السيمانه الاخيره رمضان الواحد صافي كيولي هذيك كوره طلعوها، ما كيبقى صافي كيعيا من الكوزينه وكيعيا من هذيك الوقفه هكا في الكوزينه لساعات، وجد شيوات الصوبه هذه معمره هذه ما زعما تبارك الله على العيالات وهداك المجهود اللي كيقوموا به في رمضان. الله يجعله ان شاء الله كامل في ميزان حسناتكم. انا صراحه هذا رمضان ما حاولتش نجهد راسي بزاف في كوزينه، يعني كنت كنحاول التجأ لاسهل حاجه لان كنت متبعه واحد النظام غذائي هكا شويه صحي، فحاولت نبعد على داك الشيء المعمر وداك الشيء المقلي. مهم في الاخير كتولي كتعديها في الطبصيل ولا جوج فوق الطبله، هذاك الجهد كله كيمشي. مهم دابا انا ان شاء الله غدا يلا خرج شويه بكري قبل ما نوصل لولدي للحضانه، غادي نمشي انا وياه نمشي لواحد سوبر مارشي هنايا، ناخذ شي حويجات خفافين ناقصين للدار، وناخذ ان شاء الله شي حويجات بغيت هكا نقدمهم في اكياس للوليدات ان شاء الله نهار العيد. كما تعرفوا هنا نهار العيد كنحاولوا نفرحوا الوليدات يعني علاش ما قدرنا باقي افكار هكا، دير لهم لعاب، دير لهم دي شيبس، دي بوب كورن، ديري مثلا الكاب كيك، يعني هكا هدايا كل واحد كيحاول يدير داكشي على قد استطاعته. المهم البنات حنا دابا وصلنا سوبر مارشي، بديت كنتقدى ديجا. المهم دزت خديت هذوك بحال الكرتونات ديال العصير صغار. المهم غادي نحاول انا الفكره اللي بغيت ندير ناخذ هكا دي بلاستيك صغيورين هكا اللي كيكونوا خاصين بالوليدات وندير فيهم عصير، ندير مثلا شيبس مثلا هانتوما ديرين هادو ديال الشيبس كما شفتوا كيجي فيهم فورما، كيجيو صغارين كتجي باكيه فيها متنوعين، كاينين هادو ولدي كيشوف الشيبس كعينيه كيدورو، لا ما تقيسهاش. وغادي ناخذ مثلا هادي كاينين فيهم انواع بزاف، هادو كيكونوا فرديين بحال مثلا ندير ناخذ كوكيز وكوكيز ولا ما عرفتش كيكه ولا شي حاجه هكا اللي تكون كتباع. لا ما غاديش ناخذو، ولدي قاس كيتقدى بوحدو كيمشي يجيب الشوكولاته سميتو، لا ما تقيسش تما صافي ونشوف. المهم هادي ناخذ فانيد مصاصات، المهم شي حاجه اللي غادي تفرح الوليدات واللي هو هادشي السقاطه هي اكثر حاجه كتفرح الوليدات. يلا اجي غادي نمشيو منها. هنا دابا جيت البنات بلاصه تاع الكوكيز، المهم كاينين انواع صراحه بزاف، حرت شنو انا عجبني واحد هنايا كيكونوا ديال الشوكولا بحال هكا، كاينين هادو الشوكولا، كاينين الفاني، كاين عاوتاني هاد الشكل هذا، هادو دابا انا قلت ناخذ منهم ونفرقهم هكاك في بلاستيكات فاش نمشي للدار بوحدي. المهم غادي نشوف نقرر ناخذ هادي. انت ولدي باش تعرفوا الدراري مشى للشكلاط بغيتي هاديك، وعلاش ما ناخذوش هادي؟ يلا هنا البنات تخديت هذاك الكوكي وبقيت غادا في الطريق لقيت هادو زوينين، هادو ديال ليتل دابي، هادو معروفين هنايا كيجيو كاين فيهم سويس رول، كاين اللي كيجيو فيهم بحال هاد لي كيك. باش كتعجبني هاد الماركه هادي انه كيكونوا دايرين هما ديجا لومبالاج هكا فردي، كاين هادو مثلا هادو ديجا كناخذهم مره لوليداتي، هادو كيجيو بالشوفان وكيجي فيهم لا كريم بالفاني، عاد كاينين هادو البراونيز، وعاد عندهم هادو هذاك بحال هذاك هذوك الهاني بانز كيجيو بالقرفه. المهم هادو اللي كاينين، المهم نشوف شي حاجه من هادو بان ليا يكونوا حسن هكا باش يكونوا اونبالي ديجا. صافي كملت، شوفوا ولدي فين معلق صافي بقيت لقيتهم دايرين في هذا الصابون ديال التصبين، لقيتهم دايرين فيه بروموسيون خديت منه وصافي غادي نمشي نخلص ونخرج ان شاء الله. صافي مشيت دغيا كملنا التقضيه، دابا جيت هنايا باش نوصل ولدي للحضانه، باقا تقريبا شي 5 دقائق باش يحلو ارايدك، بقاش تقريبا شي 5 دقائق باش يحلو، غنحطو ونمشي نقضي اغراضي ان شاء الله. بلاتي جاي طوموبيل بلاتي، يلا نقطع مايا شويه الجو غزال اليوم.
المهم البنات صافي غير وصلت ولدي وجيت هنا باش نقضي واحد الغرض. شوفوا هنا عاوتاني الطبيعه وقت فقت الربيع كيفاش كتكون. تعقلوا فاش كنت كنصور لكم فلوغات في الخريف كيفاش كان الشجر كان ليموني صفار كان ملون. شوفوا دابا سبحان الله في الربيع عاوتاني شكل ثاني. شوفوا الشجيرات في الغوز كتلقاو الشجر في الموف الشجر في البيض في الغوزانديان. يعني سبحان الله هنا اكثر حاجه يعني كتحمق في كندا واللي هي الطبيعه وما كاينش شي زنقه ولا شي شارع ما كتلقايش مضروب بالشجر من الراس الراس. فيما مشيتي كما بغات تكون نوعيه المدينه ولا البروفيس كتلقايها كلها كتباب بالشجر. دايزه واحد الطريق هادي عاوتاني فيها الشجر بيض واش كيبان لكم؟ عرفتش كيبان لكم الشجر نايضين كله في وريضات وريضات في البيض. يعني سبحان الله الجو غزال 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 والطبيعه غزاله. المهم قولي مصبحتي كتشرحي لنا على الطبيعه كدير لنا ناسيونال جيوغرافي. المهم انا جيت دابا غير باش ندير لاكارت سونتي ديالي. كنت شديت رونديفو مع الطبيبه باش نمشي ندوز على يدي كدرني تا شديت رونديفو كنقلب لاكارت سونتي كنلقات اكسبيرات ما رديتش ليها البال. ولاكارت سونتي هي هادي هي باش كدوزي هنايا في كندا فابور. يعني كتكون فاش كتكوني ريزيدون ريزيدون بيرمانون ولا سيتويان كتكون عندك هاد لاكارت هادي هي فحال كي سوايبيها. فيما كتمشي عند كتمشي عند الطبيب كي سوايبيها هي الخلاص لان هنايا الطبيب يعني فابور. المهم دابا غادي نمشي ناخذ من عندهم غير واحد الورقه لانهم ما غاديش يعطوها لي دابا يصيفطوها لي في البوسطه. المهم ولكن يعطوني واحد الورقه هي اللي كتعوضها. المهم البنات انا دخلت دابا دزت خديت النمره ديالي. الدنيا خاويه قدامي غير راجل واحد بخير. كنت مخلوع على تكون الدنيا عامره حيت بعض المرات كتبغي تجي تصايبي شي ورقه كيكون زحام. اليوم خاويه صافي ان شاء الله غير ندفع الورقه نمشي نجددها ونكمل معكم ان شاء الله العشيه ديالي. المهم البنات مشيت فيت فقديت الغرض صافي عطاوني هاد الورقه هادي باش هي هادي البديل ديال لاكارت سونتي لانها كتقدر تاخد ما بين 5 حتى 6 سيمانات باش توصلني في لابوست. ومهم يعني الحمد لله فيت في 5 دقائق قديت الغرض واخا ما كنتش معوله على التصوير نسيت راه لاكارت سونتي فيها التصويره ما عرفتش واش جات مزوينه ولا لا لانك ما كتشوفيهاش هما اللي كيشوفوها. المهم ماشي مشكل دابا غادي ان شاء الله نمشي لها غير لواحد المحل دغيا نخطف فيه واحد الخطيفه لانه كي بعض المرات كيديروا سولدات نشوفوا واش فيه شي حاجه ما تعرفي. دابا هكا الصيف وهذا كنبغي ناخذ هكا شي حويجات لوليداتي ونشوفوا جايبين شي حاجه ما جايبين صافي وغادي نرجع للدار ونكملوا ان شاء الله نهارنا. المهم بقيت دابا رجعت للدار كما قلت لكم كنت مشيت لذاك المحل كنت بغيت نشوف هكا شي بالغينه وصنيديره هكا ديال الصيف لولدي. ما تعرفوا الوليدات الصغار كيكرفصوا الحوايج ولا الصبابط ولا كلشي ولكن ما لقيتش لي شي حاجه زوينه. صافي بقيت رجعت للدار دخلت سلعتي دابا غادي ندوز هذاك الشيء اللي تقديتو ليا للدار غادي نرجعو لبلاصته كل حاجه تشد بلاصتها. وهادشي ان شاء الله اللي تقديت على ود العيد الوليدات الصغار غادي ندوز نشارك معكم الفكره ان شاء الله اللي ناويه نطبق ربما ان شاء الله تعجبكم تبغيو تطبقوا ونعطيكم هكا افكار متنوعه. المهم دابا البنات غادي ندوزو نصايبو داكشي مع بعضياتنا. هادشي اللي بقيت خديت في الاخير خديت هاد لي ساشي كيجيو كبار اللي كنت وريتهم لكم كتجي فيهم 20 وحده كيجيو مخلطين بحال هكا يعني كيكون فيهم نكهات مشكله كيتشوب باربيكيو داكشي. وهادي حتى هي شكل ثاني حتى هادي كتجي فيها الدوريتوس والتشيتوس. مهم ان شاء الله باش غادي نخلط ليهم هاد الاكياس هما كنت خديتهم شحال هادي ماشي اليوم هادو كيكونوا كيديرهم في هنايا في المناسبات الحفلات الوليدات كيقدروا يديروا فيهم هكا هدايا العاب. خديت هاد الشكل وخديت هاد الشكل صراحه هذا واخا من بعد بان لي انه صغير ونتمنى المهم نشوف كيفاش ندير ليه باش يجيني. حتى هادو كنت خديتهم شحال هادي من حد المحل زوين كيجيبوا بحال هاد لي بونبون هادو كيجيو فيهم مخلطين هاد الكرات ديال الشوكولا كما شفتوا كيجيو فيهم اللوينات وداكشي هادشي وكيحماقوا عليهم الوليدات الصغار. وهادو هما اللي كنت بقيت رصيت عليهم خديتهم
هادو من بعد ان شاء الله غادي نحلهم لكم. كيجيو بالشوفان وكيجيو وسط منهم كريم ديال الفاني، كتجي زوينه ومنها شخصيا هادو ولادو كيحماقوا عليهم. وصافي هادو هما هادوك الكريتنات ديال العصير اللي خلاتهم، هادوك لي كوكيز كيفاش كيجيو بالشوفان زوينين باش عجبوني. ملي تفكرتهم انهم كيجيو اونبالي، يعني ما يحتاج مثلا هادوك الكرات الاخرين الا جبتي خاصك تبقاي تفرقي وديري لهم بلاستيكات، فهادو كيجيو مسدودين هكا وحده بوحده كيجيو مقادين. وهادو هما دوك كويرات الشوكولا، هانتوما كيفاش كيجيو، كيجيو فيهم هاد اللوينات غزالين مبهجين ديال الربيع. صافي المهم دابا ان شاء الله غادي ناخذ الكيس الاكياس ديالي وغادي ندوز نبقى نحط حاجه بحاجه. المهم صافي دابا غادي نبدا ناخذ كل كيس، ندير فيه هذه ديال الشيبس، ندير فيه قريعه ديال العصير، وندير فيه هاد الكوكيز وبيضه وحده. هذه مثلا هاد الفكره تقدروا نتوما مثلا ديروا غير كيتباعوا بحال واحد لي بوز هكا بحال ديال الكارتون كيكونوا ملونين، حتى هما كيكونوا ديال المناسبات اللي تقدروا مثلا ديروا فيهم الفاني، ديروا فيهم الشوكولا، ديروا فيهم الصاصات، ديروا فيهم يعني بزاف بزاف الامور. انا مولفه دائما كندير لهم يعني لي بونبون، هاد المره بغيت نخرج شويه على داك الستيل اللي كندير. وكذلك بعض المرات كندير لهم لي كاب كيك بالشوكولا، كيعجب الوليدات. كتقدروا ديروا لهم مثلا البوب كورن، القليه كنقسمها لهم حتى هي كتعجب. كملت لومبالاج ديال الاكياس. مهم خرج لي التوتال 30 كيس. هادو اللي حمقوني هاد الاكياس، شوفوا كيفاش دايرين، زوينين زوينين هكا، خصوصا البنيات غادي يعجبوهم، هادو الوليدات هما غادي يعجبوهم. مهم كاع الالوان حاولت تلعبوا على الالوان، وانا كما قلت لكم انا حاولت نتعمد نشارك معكم هاد الفكره ولا هاد الفيديو قبل من العيد، باش نتوما ان شاء الله الا بغيتوا تطبقوها تدخلوا الفرحه على الوليدات، سواء وليدات العائله ولا وليدات الجيران، وليدات حباتكم، ديهم المسجد يعني في الطريق هكا للمسجد ولا هكا. كاينين تبارك الله وليدات بزاف اللي كيحتاجوا ندخلوا عليهم الفرحه. ماشي ضروري كذلك تكون مكلفه، نقدروا مثلا نديروا غير القليه، القليه كتقام رخيصه بزاف، نديروا القليه هكا بالكراميل نكهوها ونديروها هكا في اكياس. الحليوات ديال العيد اللي وجدتو مثلا تاخذوا هكا جوج انواع ديرهم حتى هما، ديروا لهم لومبالاج، تصيبوا لي كاب كيك، ديروا الصاصات اللي كيتقام رخاص. يعني كاينين بزاف بزاف ديال الافكار البنات. وهنا كنبقاو لي واحد شويه ديال البيضات هادو، لان هذاك الكيس كبير كنكون فيه تقريبا شي 40 وحده. المهم بقاو لي هادو خليتهم لوليداتي، غادي يطيروا بالفرحه منين غادي يشوفوهم كيحماقوا على هذا البيض الشوكولا. صافي هذا ما كان دابا كما شفتوا، كنت دزت جمعت كلشي في هاد السله باش غادي ندوز نخبيها باش ما يشوفوهاش، لان مشاو حتى شافوها غادي يلصقوا لي عليها ان شاء الله حتى لصباح العيد، ونديها معايا هكا في الصالات حتى ان شاء الله نساليو الصالات ونفرقوا، لان متفقه انا كاع انا والسيدات هنايا ان شاء الله كل وحده غادي تحاول تفرح الوليدات بطريقتها وبامكانياتها. فهذا ما كان دابا غادي ندوز ان شاء الله نوجد راسي، لان ما بقى والو على مدرسه وليداتي، نمشي نجيبهم ومن نرجع للدار ديك الساعه ونكمل معكم ان شاء الله العشيه ديالي كيف ما هي. البنات عرفتي ما بقيت لحقت نصور لكم حتى حاجه اخرى من قبيله، وانا كنكون نهز الكاميرا نهز الكاميرا نهز الكاميرا، بقيت غير من حاجه لحاجه وغلبني النعاس. عرفتي شوفوا عيني يبان لكم مغمضين، يعني دير لي غير ها نجيب الكاو الناس، عرفتي جاني واحد النعاس عجيب وجاني العطش. عرفتي سبحان الله رمضان كله ما عمر ما جاني هذا العطش اللي جاني اليوم، ما عرفتش علاش، واش الجو ما عرفتش، واش كليت شي حاجه مالحه البارح بالليل ما عقلتش عليها، جاني العطش بزاف بزاف. مهم ما الاحسن حاجه اليوم هو اننا معروضين بعد، عاد جارتي البارح عيطات لي قالت لي انتي سارجي وفطروا معنا، ما بقى والو رمضان، وكما تعرفوا رمضان كيبغي الوناسه وكيبغي الجماعه، فما رجعتهاش ليها في وجهها. لا صافي غدا ان شاء الله نجيو عندكم، نيت هنيت من الفطور في اللي بقى عاوتاني واقف نفطر. هادي كنت هادي وجدتها الصباح، هادي جات ما بين كيك وطرطه وتحليه، المهم في واحد المزيج. ان شاء الله من بعد نديرها لكم فيديو خاص، كتجي زوينه، كيجي فيها طبقه الكيك، طبقه كريمه وطبقه فواكه، كتجي واعره وسهله دغيا كتوجد. ووجدت واحد العصير خليته برد مزيان حتى هو باش غادي نديه معايا. صافي غادي ندوز غير نغطيهم. دابا يلا عندنا 7:30 بالضبط، وكيأذن عندنا حتى للتسعود، فغادي نمشي عندها شويه بكري، غادي نمشي انا وولادي باش هكا عيطت ليها باش الا بغاتها نعاونها في شي حاجه، لان ما غاديش نكونوا غير حنا، عارضه حتى على واحد الناس اخرين هكا باش نعاونها. وراجلي باقي مرتاح ناعس شويه تيفيق عاد يخلط علينا، المهم لان هي معايا في نص الزنقه، غادي نمشيو على رجلينا ما غادي نمشيو لا في الطوموبيل لا والو.
مهم. ونتمنى نتمنى نقدر مازال نصور لكم، عرفتي، لان كنحس براسي فاشله، الطاقه مشات، الحماس مشى، كلشي مشى. المهم عرفتي غير خرجت ويضرب فيا واحد الريح، عرفتي، وقدني كاع داك النعاس اللي كان فيا طار. صافي المهم بقيت هزيت غير ديك الطارطه اللي غادي ندي معايا، والعصر خليته حتى الراجل يجيبو، انا ما يمكنش لي نهز كلشي، والدراري غاديين كيجريو. صبري صبروا ما تجريوش، ناري الدراري فاش كتكوني خارجه معاهم خاصك ديري الرويد في رجلك. الرويد باش يلا تلحقي لهم، سبحان الله كتكون عندهم واحد الطاقه عجيبه. شو على وريده الديزم حداهم، زوين من هاد البلاصه هادي، غزاله. المهم انايا صافي راه ديجا وصلت عند جارتي، لان غير جوج خطوات مني. المهم هنا البنات غادي ندوز ان شاء الله قرب المغرب، الله يعطيها الخير تبارك الله، محنه تراسه مسكينه الله يجعلها لها في ميزان حسناتها حتى تفطرنا اليوم ان شاء الله. المهم هنا دارتنا سلطه الحمص بزيت العود، هنا كاينه هاد السلطه خضراء، سلطه صراحه ما كاين محسن منهم في الفطور، كاينه هذه سيزر سلطه كتجي زوينه بالفرماج والكروتونز، هذه سلطه مكسيكيه كتجي غزاله بالمايس وهكا في كيكون فيها القطنيات مشكله، هذه راه سبق لي وشاركتها معكم حد النهار. وشوفوا لي هذا الروز، يا سلام يا سلام غزال، هذا كيجي باللوز وبالقرفه وبالزبيب كيجي غزال. هذه شليضه اخرى، هنا باقيين كيشويو لانهم بغاو يشويو حتى باش يبقى سخون. المهم هنا داروا هاد فخده الدجاج مشويين، عاد كاينين واحد الانواع اخرين دجاج حار ودجاج اخر بنك، المهم دارت نكهات مختلفه دارتهم وغادي نشارك معكم. وهنايا مازال تبارك الله حادقه، صايبتنا هنايا الباميه باللحم، هذه عندهم طبق خلاص معروف، راه كنسمعوه دائما في افلام باميه، زوينه هذه حتى هي كتجي غزال، سواء كتقدم مع الرز سواء كتقدم مع العيش. المهم هنا باقي مخليه في هذا سلو كوك باش تبقى لنا سخونه. وهذه شوربه فراخ ولا شوربه الدجاج المصريه، حتى هي كتجي بنينه زوينه بزاف، هذه صايبتها هي سابقه واكله عندها. المهم هذا الشيء كلشي المصري فيه تواكله. لا قريبه ليا دائما لون ويا كنذوقوا. وهنايا مصيبه لنا الدجاج، هذا ايه لام، هذا الخروف، خروف مشوي في الفران كيجي غزال، الله يعطيها الخير تبارك الله. وهنا البنات بالنسبه للديزيرت، هانتوما هذا كنتسنى فوقاش ياذن اليوم نخرب الريجيم، هذه واحد تشوكليت كيك بالبراونيز والكراميل، يا سلام. هذا الديزيرت اللي قلت لكم اللي صوبت، كاين هنا الفواكه، العصير، المونادا، هذه الكنافه تبارك الله جارتي الله يعطيها الصحه، خبيره في الكنافه بالكريمه، كتصيبها زوينه فيما كتصيبها هي والبسبوسه، عندهم عندهم كيكرواني، عندهم تحليات غزالين دائما كتجيب لي منهم. المهم هادو هما الحليوات ديالنا، دابا ان شاء الله ما بقى والو، الاذان حنا كنتسناو.